كيف يغير الإسلام طبعاً؟ كيف يعدل الإسلام خلقاً؟ كيف يصنع الإسلام سموًا بقيةً؟ كيف كان الفاروق عمر من متكبر ظالم طاغية إلى رجل يبكي من خشية الله عز وجل، وهو الذي يقول عن نفسه: لقد كنت أعذب جارية من مطلع النهار فتسلمت، وذلك من ذلك من مطلع النهار إلى غروب الشمس، والله ما تركتها إلا ملالا، مل من كثرة تعذيبها. هو ذلك بنفسه الذي كان صعيان فيه لما سمع طفلا رضيعا قد فطمته أمه فقال: ويحك يا امرأة أرضعيه ولا الذي يغيرك من داخلك والذي